نمبر ون في التحقيقات، ماليش منافس وخد وهات، انا بنفسي صنعت نفسي واللي يقول غير كده كذاب. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا مقطع النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، لعبه روبلوكس وقفت في الموبايلات فعلا زي ما في خبر نزل، وفجاه ابطال بيقولوا فيه ان لعبه روبلوكس هتقف على الموبايل خالص. تتوقع ابطال اللعبه هتقف عشان مثلا 2024 عشان السنه الجديده وكده، وهيكون في تحديث جدا جدا كبير في الموبايل وفي الكمبيوتر؟ مقطع النهارده هيكون في كلام دسم جدا، متحمس قوي ليه؟ كالعاده ما تنساش تحط حالا لايك للمقطع ده، نوصل المقطع ده 1500 لايك. المقاطع اللي فاتت يا ابطال ما شاء الله عليكم بتوصلوا مقاطع لايكات حلوه، ولكن مش نفس اللايكات اللي انا بقولها، فبعد اذنك يا بطل يا ريت تنزل وتعمل دلوقتي لايك للمقطع، وبرضك هفكرك في نص المقطع انك تعمل لايك، وطبعا تشتركوا في القناه عشان قربنا نوصل 700000 مشترك. ويلا بينا عشان نقرا الكومنتات. اول كومنت معانا: يا رب اطلع بالفيديو الجاي، حمل التوصيل اي بي جيمنج للمليون قبل نهايه الشهر، نمبر 1 في التحقيقات، ماليش منافس وخد وهات. حبيب قلبي والله شكرا جدا جدا، ولكن واضح اللي كاتب الكومنت اسمه يعني هي بنت. يا ريت اي بطل من ابطال يكتب كومنت يا ابطال، يا ريت ان هو يكتب هو ولد ولا بنت، او يعني يكتب اسمه عادي، يقول مثلا انا اسمي مثلا بلال وحمل التوصيل اي بي جيمنج للمليون، واي حاجه بقى تانية انت عايز تقولها لي، ومبروك انت طلعتي في المقطع. ولكن ايه موضوع حمل التوصيل اي بي جيمنج للمليون قبل نهايه الشهر؟ ايه ده، دي جديده دي، انا ملاحظ ان انتوا بصراحه بتخترعوا حاجات كتير. الكومنت اللي بعد كده: توصيل بلال للمليون قبل نهايه السنه، بلال جامد وتحيات اسطوريه. والله يا ابطال كومنتاتكم دي اللي دايما يا ابطال محمساني ومخليني ابطال عندي طاقه جدا جدا قويه، ومتحمس بجد يا ابطال المقاطع اللي جايه، لان في افكار حلوه قوي معايا. وشكر لكل بطل بيكتب كومنتات. المقطع اللي جاي انا عايز اخد كومنتات يكون فيها اساميكم عشان انطق اساميكم برضك في المقطع. الكومنت الثالث من سلمى وبتقول: حمل التوصيل بلال للمليون قبل نهايه السنه، يلا يا جدعان شدوا حيلكم شويه، فاضل 400000 بس. والله يا ابطال فعلا زي ما سلمى بتقول، هم 400000 بس يا ابطال، وحرفيا هنروح على مليون مشترك. الموضوع يعني بصراحه سهل شويه، ممكن يبان لناس انه صعب، ولكن انا باين قدام انه سهل. جاي لي يا ابطال احصائيه اخر شهر ان في اكتر من 52% مش مشتركين اصلا. انتوا متخيلين يا ابطال 52% من الناس شاهد المقاطع بتاعتي، مقاطع التحقيقات، وكمان يا ابطال بتشاهد مقاطع الشورتس ومش عامله اشتراك؟ هي دي حاجه بصراحه مزعلاني قوي. و47% يا ابطال مشتركين. بصوا يا ابطال اسمعوني بس، عايزين يا ابطال ال 52% دول يقلوا خالص، وكل ما يقلوا واللي تحت دي تزيد، حرفيا يا ابطال احنا كده نوصل للمليون بسهوله. يبقى انزل دلوقتي حالا واسمع الكلام وتاكد انك مشترك في القناه، وممكن تعمل اي حساب كده عشان نوصل للمليون. يعني اكيد عندكم اي حسابات كده في الموبايل، ادخل من موبايل مامتك من موبايل باباك واشترك في القناه وظبط المظابيط. يلا بينا نكمل. الكومنت الاخير بيقول: استمر يا بطل، حمل التوصيل بلال مليون مشترك قبل نهايه السنه. والله احلى ناس واحلى ابطال في الدنيا، ويا رب يا ابطال يكون فعلا محتواي الفتره الاخيره بيعجبكم. انا متحمس جدا بصراحه، بس فعلا لعبه روبلوكس هتتعطل في الموبايلات، وهو ده مقطع النهارده. ناس يا ابطال بدات يجي لها رسائل كتير قوي زي الرساله اللي انا موريها لكم دي، والرساله دي بصراحه جدا جدا غريبه وجديده كمان. ومعنى كده يا ابطال ما دام شفنا رسائل جديده بتظهر لمستخدمين لعبه روبلوكس، يبقى يا ابطال واضح كده ان لعبه روبلوكس بتجهز لتحديث كبير او وقوف كبير، يعني حاجه من الاثنين. لعبه روبلوكس يا ابطال انا بخاف منها، لان هي يا ابطال بتقف كتير، وبالاخص يا ابطال كمان في كل اخر سنه. الرساله دي يا ابطال ظهرت في اجهزه كتير قوي، تابلت وكمان كمبيوتر، وزادت قوي في الموبايلات، والموضوع ده بصراحه جدا جدا غريب. اتمنى ابطال اللي جاي يكون كويس. مقطع النهارده هنتكلم عن حاجات جدا جدا غريبه ومجنونه، وكالعاده مش بنتكلم عن موضوع واحد في المقطع بتاعنا. في مشاكل كتير قوي ابطال بتحصل في لعبه روبلوكس، والمشاكل دي تحت عنوان او تحت مسمى جليتشات، يعني المبرمجين بيكونوا مش واخدين بالهم اصلا من الحاجات اللي هم بيعملوها، او ممكن يكون في اغلبيتهم واخدين بالهم، ولكن للاسف بيطلع من عندهم كده جليتشات ومشاكل كتير. وناس كتير قوي ابطال ابتدت تتكلم عن موضوع بليز دونيت، وان بليز دونيت بيفكر ان هم يحطوا فيها حاجات جديده، وغالبا انا كنت اتكلمت على الموضوع ده في مقطع من المقاطع، وكان في رساله كده غريبه يا ابطال ظهرت، وبصراحه محدش فاهم منها اي حاجه، كانها كده ابطال يعني موضوع تعابير، حاجه غريبه بصراحه. وناس كتير قوي ابطال واجهت مشكله في ان هم يحملوا عناصر الملابس الخاصه بيهم، ولازم ان هم يكلموا لعبه روبلوكس، وموضوع كبير. لعبه روبلوكس يا ابطال كل ما بتتشهر كل ما بيحصل فيها مشاكل اكتر واكتر، يعني تخيلوا مثلا يا ابطال احنا عملنا ماب، والماب دي يا ابطال وصلت فيزيتس كتير قوي، خلينا نقول مليون فيزيت.
فيزيت. عارفين يا ابطال انا بجد بجد هتفاجئ وهحس يا ابطال ان في حاجه جدا جدا غريبه. عشان احافظ يا ابطال على الماب وان هي تستمر في النجاح بتاعها لازم افضل احدثها. الموضوع ده بصراحه برضك مش سهل خالص. بدانا يا ابطال نروح بعيد عن الموضوع، ولكن خلونا يا ابطال ندخل في موضوع فيديو النهارده على طول. روبلوكس مش هتشتغل في الموبايل، والموضوع ده يا ابطال خلى ناس كتير قوي تتكلم، وفعلا الموضوع ده لازم نهتم بيه جدا. ان لعبه روبلوكس يا ابطال ما تشتغلش في الموبايل معنى كده انها هتعلق في الكمبيوتر وكمان في التابلت. ايوه في كل حته بالظبط كده. روبلوكس يا ابطال دايما كل شويه بيحصل فيها اختراقات سواء لحسابات او مثلا لسيرفراتها، وان لعبه روبلوكس بيقول لك ان هي اضافت بشكل اساسي حاجه كده بتكافح فيها الغش على الاجهزه المحمول، يعني الموبايلات والتابلت وكمان الكمبيوتر. مش متاكد بصراحه من معلومه الكمبيوتر دي، لان انا دايما يا ابطال بدخل ماب ارسنال، الماب اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وكل شويه بلعب والاقي يا ابطال هكرات كتير قوي بصراحه. ولكن واضح كده ان الموضوع ده جديد. واجهنا الفتره الاخيره مشاكل كتير قوي في لعبه روبلوكس، وللحظناها بشكل اساسي حظر الاشخاص يا ابطال بمجرد ان هم بس يقفلوا حسابهم. مثلا اقصد يا ابطال بيقفلوا حسابهم اللي هو تسجيل الخروج من اللعبه، وبيظهر لهم الشاشه دي، والشاشه دي فجاه كده ابطال اتشهرت جدا. الرساله دي جدا جدا غريبه ومحدش كان فاهم اي حاجه. انتوا متوقعين يا ابطال هي الرساله دي يا ابطال بتظهر لكم ولا لا؟ محتاجكم يا ابطال تقولوا لي تحت في الكومنتات. والرساله دي بيقول لك اسف كانت هناك مشكله في الوصول للعبه روبلوكس، يرجى المحاوله مره اخرى. عشان كده بيتم حظر الكثير من الاشخاص يا ابطال بشكل اساسي، وللاسف ما بيقدروش يا ابطال ينشطوا كمان حساباتهم. موضوع غريب قوي بصراحه ورساله جديده دي. ولكن انت عشان تعدي من المشكله دي لازم تقفل الحساب بتاعك وتروح على الكنترول بانل اللي عندك في الكمبيوتر، او تمسح اللعبه عادي جدا تعمل لها الغاء تثبيت عندك في الموبايل، وتدخل على جوجل بلاي وتحملها مره ثانيه، والمفروض ان كده اللعبه هتكون تمام. حاجه غريبه بصراحه، صح يا ابطال؟ طبعا كل ده يا ابطال انت تعمله لو لقيت اللي انت مش عارف تعمل ري اكتف اصلا للحساب بتاعك. ولكن خروج الحساب يا ابطال بالطريقه دي مع ظهور الرساله دي مش منطقي خالص، لان دي يا ابطال مش المشكله الوحيده اللي بتواجه الناس على الموبايل. لاحظنا يا ابطال رساله جديده، وزي ما انتم شايفين ده يا ابطال مستخدم داخل على واحد صاحبه بيلعب عادي جدا، وداخل على روبوكس واضح كده ان هو مش عارف يدوس على اي حاجه اصلا. الناس يا ابطال اللي بتلعب لعبه روبلوكس من موبايل بتشوف يا ابطال مشاكل كتير قوي بصراحه. يمكن يا ابطال عشان تحديث جديد مثلا من السنه الجديده ولا ايه؟ بجد حاجه جدا جدا غريبه. مشاكل كتير قوي بتقابلنا، وبالاخص الناس اللي بتلعب على الموبايل. دخلت يا ابطال على التويتر وكتبت روبلوكس موبايل، ظهر لي يا ابطال حاجات جدا جدا كتير على تويتر، وناس حاطه بقى يا ابطال رسائل او ماي جاد الرساله دي يا ابطال ظاهره من 8 ساعات. واضح كده ان دي مشكله بجد مشهوره. انا بجد يا ابطال مش بلعب اصلا لعبه روبلوكس على الموبايل، ولكن الناس يا ابطال اللي عندي بتلعبها على الموبايل يا ريت تقول لي هل فعلا ظهرت لكم الرساله دي، ولا الرساله دي عند الاجانب وبس؟ لو انتم شايفين يا ابطال في واحد هنا اجنبي بيقول له ري انستول ذا اب، بعديها هتلاقي المشكله اتحلت. زي ما انا قلت لكم اعملوا الغاء التثبيت يا ابطال لو حد عنده المشكله دي، وبعديها ادخلوا على جوجل بلاي وحملوا اللعبه من تاني، وحط الباسورد بتاعك والجيميل وعادي جدا ان شاء الله الحساب هيشتغل. ولكن بجد في ناس جدا جدا خايفه يا ابطال الفتره الاخيره من ظهور الرساله دي. الرساله دي لسه يا ابطال ظهر قريب قوي، حتى بيقولوا يا ابطال زي ما انتم شايفين ايه اللي بيحصل، والجوده بقت جدا جدا غريبه. وعشان كده يا ابطال لقيت كومنت من الكومنتات بيقول لي يا ريت يا بلال تعمل مقطع عن موضوع الجوده. خلي بالكم المقطع اللي انا بعمله ده مش هيكون اخر مقطع اصلا هعمله على الموبايلات. واضح كده ان الموبايلات بتواجه مشاكل جدا جدا كتير، ولكن احنا ما نعرفش عنها حاجه. ولكن يا ابطال في المقطع ده يا ريت تقولوا لي ايه المشاكل اللي بتحصل لكم، وبالاخص في الموبايل. موضوع غريب جدا بصراحه لعبه روبلوكس، واحنا هنحقق فيه وهنتاكد منه وان شاء الله نحله سوا. ويعتبر بس كده مقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للمقطع ده، وكمان سبسكرايب للقناه. اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى. اوه.